كل ما يصب اليه وينشد لشعبنا ووطن وينشد لشعبنا ووطننا من بناء ونماء ورفاه اجتماعي وتقدم وازدهار وامن واستقرار قرير العين بولي العهد صاحب السمو الملكي امير المحبوب مولاي الحسن وشرف اطره شقيقي الاسعد صاحب السمو الملكي امير خليل مولاي رشيد وكافه افراد اسره الملكيه الشريفه والشعب المغربي الحقيقه انه على ما يشاء قدير وفي الاجابه الجدير إنه لن أمر نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبهذه المناسبة السعيدة أيضا تطيبي بأن أتلو على مسامعكم نص بقية ولاء وإخلاص المطبوع عن المسؤول العام لله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باسم أسرة المقاومة والجيش التحرير المنزلين بتكريم الأنصار. مولاي صاحب الجلالة أدام الله عزكم ونصركم وخدمت الصالحات بفضله. بمناسبة حلول الذكرى 69 لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة، يتشرف قدماء مقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم قلعة سراقنة بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي لله أسمى آيات الولاء والإخلاص، مؤكدين تعبئته الدائمة وراء قيادتكم الحكيمة في المسيرات الرائدة التي تحملون مشعلها إعلاء بصروح المغرب الجديد وصيانة للوحدة الترابية وتعزيزا لبناء الديمقراطي والمؤسسات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وإن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وهم يعتزون بأمجاد وروائح الدفاع الوطني الذي خاضه العرش والشعب بامتحان وثيق ووفاء متبادل لا يعبرون عن إقبارهم وتعظيمهم لتضحيات الجسام والمواقف الشامة التي حمل لوائها الملك المحرر أب الأمة ورمز الفداء جلالة المغفور له محمد الخامس بطل ملحمة 20 غشت المجيدة، مستخلصا غالي ونفيس ومتحملا الشدائد والأهوال مع رفيقه بالدفاع والمنفى ولكل منعم الوحيد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ظهرهما إعلاء لراية الوطن ودودنا عندما وحياضه وصونا في مقدسته وثوابته. وإن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يا مولاي وهم مستحضرون بفخر واعتزاز مضامين ودلالات طورة ملحمة الملك والشعب الخالدة ليجددون تجددهم المستمر والموصول سيارة للوحدة الترابية المقدسة منوهين لما تشهدون به أسرة المقاومة وجيش التحرير من موصول رعايتكم وسائر عدلكم معربين على اعتزازهم بتوجيهاتكم النيرة الداعية إلى صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية وتشهير قيمها وعبادها وحفاظها في أذهان وجدان ناشئة من الأجيال الجديدة في مسيرات الحاضر والمستقبل. رحم الله شهداء الحرية واستقبال الردة، شرفاء الوطن وأبطاله الغر الميادين، وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جدكم النعام جلالة المغفور محمد الخامس ورفيقه بالدفاع والمنفى والدكم المكرم جلالة المغفور الحسن الثاني وحفظكم يا مولاي بما حفظ به الملك الحكيم قرير العين ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير المحبوب مولاي الحسن وشد اثركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الامير الجميل مولاي رشيد وسائر افراد اسره الملكيه الشريفه والشعب المغربي حقيقه انه عالم على ما يشاء قدير وفي شان جدير وانه نعم المولى ونعم النصير والسلام على مقامكم العالي لله ورحمه الله تعالى وبركاته.